إفريقي لكرة القدم فسخ عقده مع بين سبورتس القطرية طبعا، وقال إنه حصل في مشكلة. أنتوا عارفين بين سبورت كان واخدين جميع البطولات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سواء الأندية أو المنتخبات، واللي هي بتزيعها حصريا، وعاملين عقد ممتد لحد عام 28. والنهاردة بعض الأنباء المتداولة من العديد من وسائل الإعلام الدولية على أن الاتحاد الإفريقي قرر فسخ التعاقد مع قنوات بي إن سبورتس القطرية من جانب واحد، وقال أنه تم إبلاغ القطر أو الشركة القطرية أو الشبكة القطرية. الفسخ بدأ من بداية هذا الشهر، بداية شهر سبتمبر، وكمان قالوا أنه بين سبورتس يعني أخلوا ببعض النصوص في العقد، وطلبوا بين سبورتس أنهم يدفعوا 80 مليون دولار.